جرثومة المعدة هي بكتيريا تصيب بطانة المعدة وتسبب التهابات قد تؤدي إلى قرحة المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي. إلى جانب الأعراض الجسدية، يمكن أن تؤثر هذه العدوى على الحالة النفسية للفرد وتسبب مجموعة من الأعراض النفسية. يتساءل البعض، هل جرثومة المعدة تسبب أي أعراض نفسية؟ والجواب هو نعم، حيث أنه وجدت الدراسات أن بعض الأشخاص قد يعانون من الاكتئاب والقلق بسبب عسر الهضم الناتج عن جرثومة المعدة. جرثومة المعدة قد تتسبب في مضاعفات عديدة مثل التهاب المعدة وسرطان المعدة والقرحة الهضمية، وقد أظهرت الدراسات أن هذه المشكلات الصحية قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم، حيث يستغرق المصابون وقتاً أطول للنوم ويستيقظون أكثر أثناء الليل، مما يمنعهم من الحصول على نوم صحي وجيد. ومن أعراض جرثومة المعدة النفسية أيضاً فقدان الشهية بسبب الأعراض الجسدية الناتجة عنها. بعد التعرف على الأعراض النفسية التي قد تسببها جرثومة المعدة، دعونا نلقي نظرة على الأعراض الجسدية المرتبطة بهذه العدوى، والتي تشمل ألم وحرقان في البطن خاصة في الجزء العلوي. ألم في البطن يزداد سوءا خاصة عندما تكون المعدة فارغة. الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام. كثرة التجشؤ. الغثيان والإسهال. الانتفاخ، رائحة الفم الكريهة. بادر بزيارة الطبيب إذا لاحظت أي مؤشرات وأعراض قد تكون دالة على التهاب المعدة أو القرحة الهضمية، واطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت لديك الأعراض التالية: ألم شديد أو مستمر في المعدة قد يوقظك من النوم، براز ملطخ بالدم أو أسود قاتم، قيء دموي أو أسود يشبه القهوة المطحونة. تشخيص أعراض جرثومة المعدة يتطلب مجموعة من الفحوصات الطبية لتحديد وجود البكتيريا المسببة للعدوى وتقييم الأعراض بشكل دقيق. إليك الخطوات المتبعة في التشخيص. أولاً، الفحص البدني. يبدأ الطبيب بأخذ التاريخ الطبي للمريض بما في ذلك الأعراض الحالية والتاريخ العائلي لأمراض المعدة، ويقوم الطبيب بفحص البطن للتأكد من وجود أي ألم أو حساسية. ثانياً، اختبار تنفس اليوريا. يعد اختبار تنفس اليوريا من الاختبارات الآمنة والسهلة والدقيقة للكشف عن جرثومة المعدة، حيث أنه يتم ابتلاع سائل يحتوي على اليوريا ثم جمع عينة التنفس وتحليلها. فإذا كان الشخص مصاب، تقوم جرثومة المعدة بتحويل اليوريا إلى ثاني أكسيد الكربون. أما إذا شفي الشخص بعد فترة وجيزة من العلاجات، فلن تتحول اليوريا لثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني أنه ثم القضاء عليها بالمضادات الحيوية. ثالثاً، اختبارات الدم. يتم تحليل عينة من الدم للبحث عن الأجسام المضادة التي تشير إلى وجود جرثومة المعدة، على الرغم من أن هذا الاختبار قد لا يكون دقيقاً إذا كان الشخص قد تعرض للعدوى سابقاً. رابعاً، اختبارات البراز. يتم تحليل عينة من البراز للكشف عن مستضادات جرثومة المعدة أو المواد التي تنتجها البكتيريا. خامساً، التنظير العلوي. في هذا الإجراء يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع مزود بكاميرا عبر الفم وصولاً إلى المعدة والأمعاء الدقيقة. يمكن للطبيب أخذ عينة من الأنسجة لفحصها تحت المجهر والبحث عن وجود جرثومة المعدة. هذه الفحوصات تساعد في تحديد وجود جرثومة المعدة وتقييم تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي، مما يمكن الأطباء من وضع خطة علاجية مناسبة بناء على التشخيص الدقيق.